للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية معنا في استوديو نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في اي دي اس سيكيورتيز. نور الدين أهلا وسهلا بك. لنبدأ مع الجنيه الاسترليني، كما لاحظنا في الكثير من صناديق التحوط تتوقع ارتفاع أو المزيد من المكاسب على الجنيه، ما رأيكم؟ نعم، هناك كما أيضا حسب العقود الآجلة أو عقود اللي هي عقود الشراء والبيع من هيئة العقود الآجلة الأمريكية، شهدنا ارتفاع عقود الشراء لأعلى مستوى لها في التاريخ من جديد. هذا ما يعطي بالفعل هناك العديد من المتداولين وصديق تشتري الجنيه الاسترليني. لكن شيء آخر مهم، خلال بداية العام كان البنك المركزي متخوف من ارتفاع الجنيه الاسترليني بسبب الضغط على معدلات النمو وأيضا على الأكسبورتس، لكن خلال شهر أو ما بعد شهر 2 و3 و4 إلى الآن لم نشهد أي تخوف من البنك المركزي، وذكر مارك كارني أن ارتفاع الجنيه الاسترليني سيدعم أو سيضغط على معدلة التضخم. فالبنك المركزي يستخدم الاكسشينج ريت أو اللي هي قيمة أو سعر صرف العملة في التحكم بالتضخم فضلا عن رفع أسعار الفائدة بشكل سريع. ففي الوقت الحالي طالما نحن فوق مستويات 70 يعطي هناك المجال لمزيد من الارتفاعات، قد نصل إلى 72 تقريبا 73. بعد هذه المستويات ممكن أن يبدأ أن يقلق البنك المركزي على الصادرات على الأقل وعلى معدلات النمو على الأقل. طيب عندنا أرقام بي ام اي مهمة من أوروبا وأيضا من الصين، لنبدأ من الأرقام الصينية. أول نمو منذ شهر نوفمبر، إلى أي مدى برأيك أنه فقط العوامل المتعلقة أنه بالإجراءات التحفيزية الحكومية هي التي دعمت أرقام البي ام اي، وهل دخلنا مرحلة جديدة في الاقتصاد الصيني برأيك، أم أنه هذه الأرقام ممكن أن تكون مؤقتة؟ هي أرقام أولية، هي بالنهاية أرقام أولية، ننتظر أول شيء الأرقام الرسمية خلال الأسبوع المقبل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني بالفعل هي الإجراءات التي تم اتخاذها نوعا ما تعتبر ليست كافية بشكل كبير، لكن لا ننسى أنه هناك تحديات أكبر وهي قطاع الإسكان. لازلنا نشهد نوع من الانخفاض في قطاع الإسكان بحوالي 20% إلى الآن، لكن الشيء الأهم من ذلك الآن أنه ضعف اليوان الصيني خلال الفترة الماضية أيضا أعطى نوع من الدعم للاقتصاد. ننتظر المزيد من الإجراءات فيما لو شهدنا بالفعل تعافي تدريجي على الأقل، لكن خلال الفترة المقبلة حتى مع تحديات قطاع الإسكان لا زالت الصين لديها العديد من الخيارات أن تقوم بها، على الأقل تخفيض الفائدة أو تخفيض Reserve Requirement Ratio أو اللي هي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك. أيضا لا زال هناك العديد من الأمور التي تستطيع الصين القيام بها على عكس ما الآن هو المتواجد الآن في على الأقل في الاتحاد الأوروبي، التي وصلنا إلى الحد الأدنى لكل شيء ممكن أن يفعله بعد طبعا التيسير الكمي. طب هذه الأرقام الصينية تدعم النفط أيضا، لا ننسى بأن النفط مدعوم بالتوترات الأمنية في العراق وأيضا ما يدور بين أوكرانيا وروسيا حول الغاز الروسي. هل الأسعار الحالية تعكس هذه المخاطر أم تتوقعون المزيد من الارتفاعات؟ إن نظرنا للتاريخ على الأقل شوي، ممكن أنه الفترة الحالية اللي احنا فيها نفس الفترة اللي كانت في سنة 73 عندما كانت الحرب أو يوم كيبور، مشابه لنفس الشيء اللي قد يحصل أو قد يستمر خلال الفترة المقبلة. الآن الأسعار ما بين 110 إلى 115 دولار، من الممكن أن نشهد المزيد من الارتفاعات فيما لو توسعت فجوة الصراع مرة أخرى أو ضربت أحد دول الجوار، هذا الشيء وارد. أيضا نفس الشيء بالنسبة للذهب، من الممكن أن نشهد أو الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي يعتبر ما نسمى بالبانيك باينج أو اللي هي عملية شراء بشكل أو من التخوف مما يحصل سواء فقط في في العراق أو في هذه المنطقة أو من شيء آخر، لأنه لم نشهد أي تحرك للأسواق مع ارتفاع أسعار الذهب. الشيء الأخير أن هناك في ممكن ورطة جديدة، أن ارتفاع أسعار النفط الآن قد يؤدي بالفدرال الأمريكي مرة أخرى بورطة جديدة من ناحية انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم. فأي منهم سيحارب البنك الفدرال الأمريكي؟ هذا الشيء الذي يبقى سؤال خلال يوليو المقبل، هل سيكون هناك في تخفيف للتيسير الكمي أم وقف للتيسير الكمي، وبعدها ممكن أن يكون هناك تغير في السياسات فيما لو شهدنا بالفعل استمرار بارتفاع معدلات النفط. تحدثنا عن آسيا عن الولايات المتحدة، لم نتطرق بعد إلى أوروبا، ما رأيك بهذه الأرقام أرقام البي ام اي وأيضا ماذا يعني ذلك للسياسات التحفيزية المتوقعة من قبل البنك المركزي بعد بالطبع تخفيض أسعار الفائدة؟ كما تعودنا على مارك أو ماريو دراغي يتكلم الكثير لكن يفعل القليل، لكن هو نوع من الذكاء يعتبر في الوقت الحالي. ترك البنك المركزي منذ بداية العام الحالي حتى الآن رفض التدخل بسبب عدم وجود أي انخفاض بالبزنس كونديشنز، لكن الآن بدأنا نشهد هذا الانخفاض وبدأنا نشهد البنك المركزي يقوم بالإجراءات. لكن الشيء الوحيد اللي ممكن أن يدعم الاقتصاد في الوقت الحالي هو targeted LTRO أو اللي هو برنامج التمويل المجدول أو الذي يستهدف شركات معينة لتحفيز البنوك على الإقراض. عدا عن ذلك لن يكون هناك في تحسن كبير، لأن البنوك لا زالت من جديد تقوم بسحب الأموال من البنك المركزي الأوروبي وتذهب إلى أسواق السندات، وهذا الشيء الذي لا يريده البنك المركزي، ولهذا السبب نشهد نوع من الانخفاض في العوائد. هذا الشيء اللي أيضا لا زال يدعم اليورو في استقرار فوق مستويات 35، لازلنا أيضا نتطرق إلى مستويات 36 37 أيضا شيء وارد، لكن طالما هناك لا يوجد أي تحفيز جديد من ناحية
تيسير كمي جديد او عدم وجود تارجت ال تي ار او بشكل اكبر لن نشهد اي نوع من التحسن الجذري لنقول او يكون في عندنا نوع من التعافي الواضح بالنسبه للاتحاد الاوروبي على الاقل. شكرا لك نور الدين الحموري كبير استراتيجي الاسواق في اي دي اس سكيورتي. شكرا جزيلا لك.